قال نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله إن ثلاث فتيات وجدتهن قتلن في قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان. وأوضح فضل الله أن القصف استهدف السيارة على طريق عام بين بلدتي عترون وعناثة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت مركبة يشتبه بنقلها إرهابيين في لبنان، وإنه يحقق في التقارير التي تحدثت عن وجود مدنيين بداخلها. العملية اليوم اللي صارت هي عملية إجرامية، عملية إرهابية. ثلاث أطفال أنا شفتهم، أنا حملتهم بإيدي. ثلاث أطفال احترقوا بالسيارة وما في حدا ينقذهم، وأمهم أنا شلتها وهي عم بتصرخ وتقول أولادي وين هو؟ وين هن الإرهابية؟ أنتوا الإرهابية يا إسرائيلية، وأنتوا الإرهابية يلي عم يدعموكم، وأمريكا هي رأس الإرهاب وهي أم الإرهاب.